حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى تظاهرات الرفاعي تطيح بالقائم مقام بعد أسبوع من تنصيبه. وفي صحيفة الزمان، القضاء يعلن استمرار مباحثات اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية. شفق نيوز، خلاف بشأن عقود الحشد وقروض وزارات يطيح به جلسة الموازنة. وفي العربي الجديد، تعويم جزئي للسفينة الجانحة في قناة السويس. عنونت القدس العربي، الصين تتهم أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا بالسعي لزعزعة استقرارها. أما في عربي 21، فنزويلا تقترح النفط مقابل اللقاح لتتمكن من تطعيم شعبها. وفي الشرق الأوسط، وزراء خارجيات العراق ومصر والأردن يجتمعون في بغداد غدا. المعادلة العراقية باختصار، سلاح منفلت وحكومة ضعيفة. هذا ما جاء في مقال للكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه استعراض جديد للقوة قامت به ميليشيا مسلحة في قلب العاصمة بغداد. الإعلان عن هوية المسلحين جاء عبر الأقنعة التي غطت وجوه المسلحين الملثمين والتي كتب عليها ربع الله، في إشارة إلى ميليشيا جديدة في خريطة هذه الميليشيات المسلحة في العراق. حكومة الكاظمي من جانبها لم تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة ما حصل، واكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والشجب وإعلان نهاية المظاهر المسلحة في الشارع العراقي بعد انتهاء الاستعراض العسكري، من دون أن يتبع ذلك تحقيق جاد فيما حصل ومحاسبة المتجاوزين على القانون، لأنها ببساطة أضعف من أن تتخذ هكذا خطوات. تناولت القراءة الثانية ضغوط بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية التي تهددت مصالحها نتيجة رفع سعر صرف الدولار، وانعكاس ذلك على خسائر البنوك الأهلية التي تعمل كواجهات لقوى سياسية متنفذة تقوم بنهب الأموال عبر ما يعرف بمزاد العملة وصفقات بيع الدولار. ومعروف أن نسبة كبيرة من هذه الأموال تذهب إلى فصائل مسلحة وأحزاب في السلطة وشخصيات نافذة في العملية السياسية. كل هذه الجهات نالها بعض الأذى من قرار تعويم سعر الدولار، فدفعت بميليشيا ربع الله إلى هذا الاستعراض. وقد بات بعض المحللين يصنفون هذه الميليشيا على أنها أحد الأجنحة المسلحة التابعة لحزب الله العراقي القريب من طهران وقيادات الحرس الثوري الإيراني. وقد استدل أصحاب هذه القراءة على وجهة نظرهم من الكلمة التي ألقاها أحد الملثمين في الاستعراض، إذ تضمن بيان ربع الله مجموعة من المطالب المالية والاقتصادية، ومنها إقرار الموازنة وتراجع سعر صرف الدولار وعدم تسليم الموازنة إلى بارزاني، في إشارة إلى حكومة إقليم كردستان العراق دون دفع مستحقات النفط والمعابر بحسب ما نقلته المنصات الإعلامية المقربة من الميليشيات الولائية. فكان هذا الاستعراض مجرد صفحة طويت من صفحات الصراع السياسي المستعري في العراق، أم أنه مجرد فاتحة لصفحات من الصراع المتأجج قبيل الانتخابات المقبلة؟ العراق تحت موس الحلاق، هذا عنوان مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. اليوم الناس تعيش في ظل أحزاب وجماعات هي عبارة عن خلطة منتقاة من تخوين الآخر، يرددون هتافا واحدا ويرتدون ثوبا واحدا، وفي يد كل منهم موس يخرجه في اللحظة التي يشم فيها رائحة اختلاف مع ممارساته غير الشرعية، ليقدم لنا مشهدا مثيرا من تحت موس الحلاق. الخبر الذي نشرته وسائل التواصل الاجتماعي ومعها وكالات الأنباء يقول إن موظفاً في دائرة الوقف الشيعي تم الاعتداء عليه من قبل موظفين عاملين معه في نفس الدائرة.
حيث قرر هؤلاء الأشاوس أن يمارسوا مهنة الحاج راضي مع الموظف المسكين فحلقوا له رأسه في مشهد مؤلم يثبت فيه أصحاب الموس أنهم فوق القانون، مثلما يثبت أصحاب القذائف أنهم فوق الدولة التي لا تزال تردد أنشودة السلاح بيد الدولة. ما بين بيان وزارة الداخلية التي أبلغتنا أنها ستتابع القضية وتتخذ كافة الإجراءات، وبين بشاعة القصاص من مواطن لا حول ولا قوة له، تعيش الناس في ظل أشخاص وأحزاب يعتقد كل منهم أن له الحق في تنفيذ قانونه الخاص، وأنهم فوق القانون وفوق الشرائع، وأن موسى يجب أن يحلق رؤوس العراقيين جميعاً، وأننا في هذه البلاد سنبقى جميعاً تحت رحمة الحلاق الأكبر الذي ينفذ قانونه الخاص. لعل الأخطر في واقعة تعذيب موظف وإهانته أمام الموظفين ليس أن أفراداً قرروا أن يكونوا هم الدولة وهم القانون، بل هو الصمت على مثل هذه الأفعال الإجرامية. مرة أخرى قد أتفق مع القائلين، وهذا بحسب الكاتب، إن هذه وقائع فردية، ولكنها في النهاية تبقى رسائل رعب يبثها أشخاص نراهم ينحنون أمام سلاطين الفساد وسراق البلد، ولكنهم يتحولون إلى صناديد في مواجهة مواطن مغلوب على أمره. لعل أوضع ما في الأمر أن مشهد الموظف المسكين تحت سمع وبصر الدولة يكشف لنا أن كل ما قيل عن المواطنة والقانون هو كلام من قبيل الاستهلاك اليومي. أسئلة الثورة والعصيان المدني العراقي في مقال للكاتب نظير الكندوري نشره موقع رسام. في خضم الدعوات المتصاعدة إلى العصيان المدني في العراق التي أطلقتها نخبة من الناشطين والمناضلين العراقيين المعارضين للنظام العراقي الحالي، تتبادر إلى أذهان كثير من العراقيين التواقين إلى أحداث تغيير حقيقي في العراق، تتبادر أسئلة عديدة لفهم ما هو العصيان المدني وما مدى نجاعته في إزاحة النظام الحالي والطريقة التي يعمل بها. وفي هذا المقال تسليط الضوء على مفهوم العصيان المدني والإجابة عن الأسئلة التي تدور في أذهان بعضهم عن طريقة تطبيقه. في الحالة العراقية يهدف العصيان المدني لتحقيق جملة من الأهداف العامة يمكن تلخيصها بإسقاط النظام السياسي الحالي الفاسد وإقامة نظام ديمقراطي جديد بديلاً عنه، والعمل على حل الميليشيات الساندة لهذا النظام وتجريم أي جماعة تحمل السلاح غير مؤسسات الدولة الأمنية، والعمل على تحرير العراق من الاحتلال الإيراني وتنظيف البلد من كل الذيول التابعة له. أما آليات العصيان التي يجب العمل بها فهي العمل بجد من قبل القائمين على إدارة العصيان لإيصال صوت العراقيين للمجتمع الدولي وتعريفهم بحقيقة أن الشعب العراقي لا يعترف بالنظام السياسي الحالي ويعتبرونه فاقداً للشرعية، وذلك من خلال استغلال كافة الوسائل الإعلامية والقنوات الدبلوماسية، ومن ثم البناء على هذا بالعمل على سحب شرعية النظام الحالي وسحب الاعتراف الدولي به كممثل عن الشعب، وحث المجتمع الدولي على التعامل مع نخبة نظيفة منتقاة من المجتمع العراقي بشكل مؤقت، يقودون المرحلة الانتقالية إلى غاية تشكيل المؤسسات الديمقراطية لإدارة مرحلة ما بعد سقوط النظام. ومن أجل هذا من الضروري أن يتم فرز عناصر سياسية منذ الآن من منظمي حركة العصيان للتواصل مع العالم وتوصيل رسالة الشعب العراقي والضغط عليهم لسحب اعترافهم بهذا النظام والطعن بشرعيته. كما يعلم الجميع أن العصيان المدني هو أحد الأساليب النضالية التي تتخذها الشعوب حينما تعجز عن إحداث التغيير السياسي المطلوب وفق الطرائق الديمقراطية المعروفة، كالمشاركة في الانتخابات أو الخروج للتظاهر. لذلك فهو الأسلوب السلمي الأخير الذي تتخذه الشعوب قبل أن تنجح لفرض التغيير السياسي بالقوة. وهذا يعني أن العصيان المدني هو الضمانة الأخيرة من دون انزلاق البلد في أتون حرب أهلية تطحن البلد والشعب. عن الشيخ الصابوني العالم الجليل رحمه الله والتأطير الشرعي للاحتجاج، كتب حسين عبد العزيز في صحيفة العربية الجديد مقالا جاء فيه:
لقد شهد الوسط الديني في العالم العربي انقساما شديدا حيال ثورات الربيع العربي بين مؤيد لها في مواجهة الأنظمة التسلطية ومناهض لها داعم للأنظمة الاستبدادية. وفي سوريا بدت هذه الصيغة أكثر شدة ووضوحاً مقارنة بالدول العربية الأخرى بسبب ضخامة الصدع الذي أحدثته الثورة في المجتمع. أيد الشيخ الصابوني ثورة سوريا والخروج على الحاكم الظالم بشكل صريح منذ بدايتها، وظل وفياً لقيم الإسلام في الكرامة والحرية والعدالة في وقت كان معظم الدعاة والمشايخ قد اتخذوا فيه مواقف معتدلة بداية الثورة قبل أن يصعدوا مواقفهم الداعمة للثورة إثر العنف المفرط الذي استخدمه النظام ضد المتظاهرين السلميين. وهكذا انقسم رجال الدين في سوريا بين مستويين، الأول تقليد مرايا الأمراء المخصص لنصح الحكام، وقد برز عدد من المشايخ ممن قدموا النصح للنظام بداية الثورة من لهجة مستهجنة من سلوكه الأمني. بالنسبة إلى الصابوني وبعض علماء الدين، لا تدخل المقاومة السلمية أو التظاهر في باب الخروج على الحاكم، وإنما هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اعتماد النظام السوري القتل بحق المتظاهرين السلميين أوجب ضرورة الخروج على الحاكم ومقاومته بالعنف. وتكمن مهمة علماء الدين في إضفاء الشرعية الدينية على الاحتجاج والثورة، وكل داعية وعالم دين لا يفعل ذلك ويناصر الحكام الظالمين منافق ومذنب ومخالف لعلماء الأمة. أضاف الكاتب أن الثورات هي عمل مشروع، في من الناحية الدينية، وأن الحكام قد خرجوا عن الشرع بسبب القتل والإجرام والفساد والانحلال الخلقي في الدولة والمجتمع. وعد هذا الفريق أن الفتنة التي ستحدث من جراء الثورة ثمن يجب أن يدفع لتحقيق العدل والمساواة والمبادئ العليا للشريعة. إيران قلقة من إمكانية تقارب تركيا مع مصر والسعودية، هذا ملخص لما جاء في مقال للكاتب علي حسين باكير نشره موقع عربي 21، فلنستمع إلى جزء منه. الخشية الإيرانية من تصاعد دور تركيا إقليمياً لا ترتبط بهذا الملف فقط، إذ تتابع السلطات الإيرانية عن كثب الرسائل المتبادلة والاتصالات التركية السعودية والتركية المصرية وما يمكن أن تفضي إليه خلال المرحلة المقبلة، على اعتبار أن أي تحول على الجبهتين من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى بشكل يقوض من المعادلة الإقليمية التي نشأت بعيد الأزمة الخليجية عام 2017، والتي أخرجت طهران حينها من عزلتها وسمحت لها بالاستفادة من النزاع الجاري بين المعسكرين. ترافق صعود تركيا الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى مع تراجع في النفوذ الإيراني إبان فترة حكم ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ومع وصول بايدن إلى البيت الأبيض بدأت طهران بإعادة التموضع إقليمياً بشكل يرجح الاصطدام مع تركيا مستقبلاً وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر. وفي مقال نشرته صحيفة كيهان الإيرانية المحسوبة تقليدياً على المرشد الأعلى علي خامنئي، حذرت هذه الصحيفة في ذلك المقال من أن دعم تركيا للسعودية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي يعني أنه سيكون على أنقرة أن تواجه ما سمته محور المقاومة القوي الذي تقوده طهران في المنطقة. عن قناة أزمة السويس 2021 كتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: ونحن نتابع أنباء واقعة جنوح سفينة الشحن العملاقة في قناة السويس وإغلاق الممر المائي الأهم للتجارة العالمية، لم نلجأ إلى الخيار الأول المحبب لدى المراقبين والمحللين محللين العرب وهو نظرية المؤامرة، بيد أننا تحوطاً لم نسقطه من حساباتنا عملاً بنصيحة أستاذ الصحافة العربية محمد حسنين هيكل: التاريخ ليس مؤامرة، ولكن هناك مؤامرة في التاريخ.
فكرة قناة موازية تربط البحرين الأبيض بالأحمر وتعبر النقب فكرة قديمة جديدة، وكانت مدعومة من الولايات المتحدة زمن الناصرية والحرب الباردة والاتحاد السوفيتي. الفكرة لم تمت وإن كانت وضعت في الأدراج إلى حين ميسرة. فكرة أنبوب نفطي يمتد من إيلات إلى أسدود فكرة قديمة كذلك، عرضها شاه إيران المخلوع على الحكومة الإسرائيلية، وكان الهدف منها تفادي مرور النفط الإيراني وربما غيره من قناة السويس بضخه في مستوعبات عملاقة في إيلات، تمهيداً لضخه بالأنبوب إلى ميناء أسدود على المتوسط، ومن ثم شحنه لموانئ الدول المستهلكة. الفكرة ماتت بعد انتصار الثورة في إيران ليعاد إحياؤها من جديد ومن قبل أطراف عربية هذه المرة بعد موجة التطبيع الأخيرة. وبعد انتعاش موجة التطبيع العربي الإسرائيلي بدأ الحديث يتوالى عن بدائل برية وليس مائية للقناة، طرق سريعة، سكك حديد، أنابيب لنقل النفط من الخليج إلى مينائي أسدود وحيفا. الأول أكثر يسراً كونه أقرب إلى مصادر الإنتاج ومشاريع استراتيجية على البحر الأحمر، والثاني ما زالت تحيط به ظلال الأزمتين السورية والعراقية. الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول، سواء من ناحية عرقلة الملاحة في القناة أو من ناحية تدمير أكبر مرفأ شرقي المتوسط وهو ميناء بيروت، وسواء أتم الأمر في الحالتين بسبب خلل فني أو خطأ بشري، إهمال وفساد أم بفعل فاعل، فإن النتيجة واحدة. أفت طيور اللقلق المهاجرة جمالاً ساحراً على أطراف جبال لمنوس التابعة لولاية هاتاي جنوبية تركيا. وقال رئيس جمعية حماية الطبيعة في هاتاي عبد الله أوغونتش، قال في حديث مع وكالة الأناضول إن معظم أنواع الطيور تهاجر مرتين في العام، وأضاف أن اللقالق تفضل الهجرة إلى القارة الأوروبية من أجل التكاثر وإلى القارة الإفريقية من أجل قضاء فصل الشتاء، مؤكداً أن منطقة حاسة التابعة لولاية هاتاي تقع في مسار هجرة طيور اللقلق. وأوضح أن سرباً من اللقالق قد حط على منطقة زراعية على أطراف الجبل ليشكل بذلك لوحة طبيعية في غاية الروعة، مما جعله محط اهتمام أهالي المنطقة وهواة التصوير. وإليكم الصورة. نبقى الآن مشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صداق لام جديد من الرافدين في رعاية الله.